Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضراتي السادة العلماء والقادة الفضلاء والحضور الكرام، إنني يسعدني أن أشارككم في هذا اللقاء العالمي العظيم الكبير في تركيا في مركز الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقد اجتمع السادة والقادة والحركيون والنشطاء في هذا الاجتماع الاحتفال اللقاء الكبير. إنني في هذه المناسبة التي عقد فيها هذا اللقاء تنديدا بالأحداث التي تقع في عالم الشياطين، في عالم الأعداء الألداء للإسلام ولنبي الإسلام وللقرآن الكريم ولكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. لا شك أن هذا العداء قديم جدا، من أيام الحروب الصليبية إلى هذه الأيام للحروب الصليبية الأخرى الجديدة. إننا في هذه المناسبة وفي مثل هذا اللقاء لا ينبغي أن نكتفي بالشجب والتنديد وبالذم والتقبيح والتشنيع لما يصدر من الأعداء، سواء كانوا في السويد أو كانوا في فرنسا أو كانوا في أي دولة أوروبية أو غير أوروبية. إنه ينبغي أن نتذكر في مثل هذه المناسبة قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون والصحابة الأجلة كانوا يواجهون هذه العداوة الشديدة، كانوا يواجهون هذا الإعلام الفاسد المجرم الخبيث في مكة المكرمة، كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم صباح مساء، وكانوا يعادون القرآن الكريم ويتهمون القرآن الكريم بما يستطيعون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذه العداوة والإعلام المعادي المجرم الخبيث؟ لم يكونوا ينددون ويشجبون، ولم يكونوا يذمون ويقبحون، إنما كانوا يعارضون كل ذلك بالتحدي العظيم، التحدي القرآني والتحدي الرسالي والتحدي الإسلامي. كان المسلمون هم يتحدون، لم يكونوا يواجهون التحديات، كانوا هم ينادون بالإسلام ويدعون إلى الإسلام جهارا نهارا وبكل قوة، لأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هكذا ينبغي أن نقول
نقوم بما يجب علينا من الدعوة إلى الإسلام في كل بلد، في كل قرية، في كل حي، وفي كل بيت. لابد أن نقوم بالدعوة الإسلامية والتعريف بالإسلام والتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام والجهاد بالقرآن. والله تبارك وتعالى يقول: فذكرهم بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إن الجهاد الكبير بالقرآن الكريم هو أن نغزو الدول أوروبا، وأن نغزو أمريكا، وأن نغزو كل الدول في العالم وكل القارات بالقرآن الكريم. الغزو بالقرآن، والجهاد بالقرآن، والدعوة إلى القرآن، والجهر بالقرآن، تلاوة القرآن، وشرح القرآن، وتفسير القرآن، وبيان القرآن في الجامعات والكليات والمدارس والمجتمعات وفي الاجتماعات والاحتفالات في كل مكان. إذن أنا أكتفي بأن أدعو نفسي وجميع الإخوة العاملين والنشطاء والحركيين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأن يتحدوا الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، وبأن يدعوا الناس إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهدوا بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. وإننا سنغلبهم إن شاء الله، وسنغزوهم في عقر دارهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.